أما هذا السؤال، هل ورد حديث في زيت الحبة السوداء؟ فالجواب عن هذا أنه جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن رجلا مرض في الطريق، فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام وهو الموت. فدل هذا على أن الراوي فهم أنه يتداوى بالحبة السوداء عن طريق سحقها وزيتها.